فمن يتق الله يوق شح نفسه، فتسمح نفسه وتطيب بامتثال أوامر الله عز وجل، فيعملها طائعاً منقاداً منشرح الصدر لما أمره الله تعالى، وتسمح نفسه وتطيب بترك ما نهى الله تعالى عنه وإن كان محبوباً لنفسه. من يوق شح نفسه تسمح نفسه وتطيب بأداء الحقوق في المال، فيبذله في سبيل الله ابتغاء مرضاته جل وعلا.